أما الآن مشاهدينا فوجهتنا هي المغرب، حيث سنتعرف على فن النقش على الجبس الذي يعتبر واحدا من الفنون القديمة، ولقد برز كفن يهدف إلى التجميل وإطفاء الجمال على العمارة. تقرير مزيان بزاف، نتابعه سويا. الصنعة ديال القبس دخلت مع الفتوحات الإسلامية، جاتنا من الشرق وكملنا باش دخلت من إيطاليا ودخلت من الأندلس، دخلوها العرب من الصنايع اللي